النادي الاهلي من عادته، وده اللي كنت انا بقوله ايام الانتخابات برضو، وبرضو موقف زي ده وتقريبا شكل مماثل لده، النادي الاهلي كعادته ما ينساش الناس وما ينساش من سبقوه. احنا بنشكر جدا مجلس الاداره السابق برئاسه المهندس محمود طاهر وكل مجموعته، انهم كان ليهم دور في خطوه ايجابيه للنادي الاهلي. احنا بنكمل زي ما هو هذا المجلس السابق كمل على اللي قبليه، احنا كمان بنكمل عليهم. هو ده النادي الاهلي، هي دي السلسله الذهبيه اللي مش موجوده في اي نادي في مصر، اي نادي. لازم نحافظ على ده كلنا.